رعاية حرمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخ هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم كرمت جمعية دار البر ممثلي 10 هيئات خارجية لكفالة الأيتام والأسر، وذلك على هامش مشاركتهم في حفل أم العطاء السنوي 12 للأيتام. وقد تم خلال الحفل تكريم 20 يتيما من أيتام دار البر من دول مختلفة حول العالم، وكانت الجمعية قد نظمت عددا من الجولات للوفود المشاركة في الحفل، تضمنت زيارة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وحديقة الفراشات وسكاي دبي في مول الإمارات وبرج خليفة.